سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط، أهلا وسهلا بكم معي من جديد. أعزائي متابعي القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم معي إخوتي، شرفتوني ونورتوني. ما تنسوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله. نواصل أحبتي تقديم دروس الكتاب المدرسي، درس اليوم صفحة رقم 34 اللي هو يعني درس راح نشوفوا فيه nous étudions le présent du subjonctif. هذا الدرس احبتي هو جديد نوعا ما عليكم، لانه كنا اخذنا عليه لمحه في السنه اولى متوسط اذا تذكروا معايا. اما في السنه الرابعه باذن الله رايحين ندرسوه يعني بشكل مفصل، فقط تابعوا معايا. هو درس يعني نوعا ما سهل اذا ركزتوا معايا وعرفتوا كيفاش تصرفوه، يعني الحالات اللي نصرفوا فيها الأفعال في هذا الزمن، كذلك الأفعال المستعملة وكذلك لي تيرمينيزون تاع هذا الزمن. تبعوا معايا، جوبسيرف اي جاناليز، ألاحظ وأحلل. تقدمت، تقدمت هذه هي منطقة على حسب علمي موجودة في ولاية تيارت. فوالا، il fallait absolument que les Français s'emparent de Tagdamt. يعني كان من المحتمل أن الفرنسيين سيستولون على منطقة تاغدامت. Le gouverneur Bugeaud débarqua à Mostaganem le 15 mai 1841. الحاكم اللي كان اسمه Bugeaud يعني حتى رحيله أو استقر في مدينة مستغانم في 15 مايو 1841. D'abord, il prit le commandement de trois colons de 12,000 hommes, puis il se dirigea vers Tagdam. أولا هو تولى قيادة ثلاث مجموعات مكونة من 12,000 رجل، ثم توجه نحو منطقة تاغدام. Malgré la bravoure de l'émir et de ses khiyalas, elle tomba vite entre les mains des assaillants. يعني على الرغم من شجاعة الأمير، هنا نتحدث عن الأمير عبد القادر والفرسان اللي كانوا معاه نسميهم الخيالة، وقعت بسرعة، يعني آل هذه ترجع لمنطقة تقدمت، وقعت بسرعة في أيدي يعني المحتل. Le gouverneur ordonna que l'on démolisse sur le champ toutes les maisons de Tagdamt et d'en partir dès le lendemain. يعني الحاكم أمر بهدم يعني في الحين كل منازل منطقة تاغدامت والمغادرة يعني انطلاقا من الغد. Quand Bugeaud quitta la ville, l'émir put enfin regagner les lieux. وعندما ترك وغادر هذا الحاكم اللي اسمه بيجو ترك المدينة، الأمير استطاع يعني أن يسترجع تلك الأماكن. Certains manuscrits fumaient encore. بعض المخطوطات كانت لا زالت تحترق، يعني بما أن هذا الحاكم الفرنسي أمر بهدم المنازل وكذلك حرق كل المخطوطات ومكتبات الأمير عبد القادر، يعني هذا موجود في التاريخ تاع الجزائر. Il courut en suivant la trace des livres dispersés. ويعني سارع أو جرى حتى يجمع تلك الكتب المتبقية والمتناثرة هنا وهناك. ولا أحبتي كما شفتوا هذا هو النص، راح نشوفوا الأسئلة. Premièrement, quel était l'objectif des Français؟ ما هو أو ماذا كان هدف الفرنسيين يعني من خلال النص؟ L'objectif des Français était de s'emparer de Tagdamt، يعني كان الهدف تاعهم الاستيلاء أو احتلال مدينة تاغدامت. Numéro 2. Une fois la ville entre les mains des assaillants, coordonna le gouverneur. يعني بعدما وقعت المدينة بين أيدي المحتلين، ماذا أمر الحاكم؟ هنا راح نشوفوا الإجابة في النص. Le gouverneur ordonna que l'on démolisse sur le champ toutes les maisons de Tagdamt et d'en partir dès le lendemain. يعني هو أمرهم بهدم كل المنازل و يعني المغادرة في الغد. Numéro 3. À quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes soulignés dans le texte؟ في أي زمان وفي أي صفة يعني صرفت
الأفعال المسطرة في النص لدينا لي دو فيرب هادو هما سومبار وكذلك ديموليس. هادو أحبتي كيما راكم تلاحظوا عندنا لي تيرمينيزون تاعهم باردون عندنا او ان تي وعندنا لهنا او. هنايا اول يعني نظره يبان لكم بلي راهم صرف لو بريزون دو لانديكاتيف، ولكن هنا لاحظوا جيدا لو فيرب هذا يعني في المعنى واش كان قبلو، كانت قبلو لو كو هادي وعندنا كذلك كو هنايا. ابخي لو كو هادي يعني في اغلب الحالات يعني راح يكون زمن تصريف الفعل اللي يكون من وراها لو بريزون دو سوبجونكتيف، راح نعرفوا هذا في القاعده. Donc, أحبتي الإجابة هي les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent du subjonctif. Je retiens, le subjonctif présent exprime une action incertaine, non réalisée au moment où nous nous exprimons. يعني هذا السبجونكتيف بريزون الحين نستعملوه لما يكون الفعل أو الحدث غير مؤكد وغير محقق في يعني في الوقت اللي كنا نتحدث فيه. يعني لما نكون عندنا شك، يكون عندنا يعني مالاش متأكدين من هذاك الفعل باللي راهو صح راح يوقع، راح نصرفوا الافعال في زمن لو بريزون دو سوبجونكتيف ولا لو سوبجونكتيف بريزون، يعني هذا هو المعنى تاعو. Il s'emploie dans les propositions subordonnées complément d'un verbe exprimant. هنا راح نشرحوا العباره هذه ونكملوا هذه. يعني وهو يستعمل في تلك الجمل اللي تكون مكملة لفعل يكون قبلها، وهذا الفعل يكون يعبر على هادو اللي راهم مذكورين. اذا وقتاش نستعملوا لو بريزون؟ اذا كان عندنا قبل لو كو هذيك عندنا دي فيرب كي اكسبريم لا فولونتي، يعني افعال تعبر عن الاراده. باغ اكزومبل عندنا فولوار ديزيري فوالا. Elle veut que les parents sachent expliquer la révolution à leurs enfants. هذا عندنا مثال، لاحظوا معايا هي تريد، عندنا le verbe vouloir c'est un verbe qui exprime la volonté، يعني يعبر عن الرغبة. هي تريد أن الآباء يعرفون شرح الثورة لأطفالهم. لاحظوا معايا أحبتي le deuxième verbe هذه C'est la proposition principale, هذه elle veut. عندنا que les parents sachent expliquer la révolution pardon, à leurs enfants. هذه c'est la proposition subordonnée complétive, كما كنا شفناها سابقا. إذن عندنا le deuxième verbe هذا c'est sache. Sache هذا c'est quel verbe? C'est le verbe savoir au subjonctif présent. يعني راح يتغير complètement. كما ذكرنا أحبتي هذه ساش تي لو فيرب سافوار او سوبجونكتيف بريزون، يعني فيما بعد راح نخلي لكم يعني قائمة تاع الأفعال كيفاش نصرفوها في هذا الزمن. إذا لدينا حالة أخرى سي لو سوي، يعني التمني أو الترجي. Il serait souhaitable que les parents sachent expliquer la révolution. يعني سيكون من الأحسن أو يعني نتمنى هذا الشيء أن الآباء يعرفون شرح الثورة. إذن عندنا هذا il serait souhaitable، راح نفهمه باللي c'est un souhait. Voilà le souhait. Le verbe تاع la proposition complétive c'est le verbe savoir كما لحنا c'est le verbe savoir oui. يعني c'est un verbe du troisième groupe. Voilà. راح نصرفوه مع les parents. ترجع les parents sache. وهنايا راح نصرفوه في زمن le présent du subjonctif. نواصل هنا أحبتي. لدينا كذلك la crainte اللي هي الخوف. Je crains que certains parents ne sachent pas expliquer la révolution. يعني أخشى أو أخاف أن بعض الآباء لا يعني يعرفون شرح الثورة. هنا كذلك أحبتي لما تكون عندنا le verbe كما اللي هنا مصرف je crains، يعني هنا يا le verbe راح يكون مصرف le subjonctif présent. Voilà. لدينا كذلك هنا أحبتي l'ordre اللي هو الأمر. المثال كالتالي il faut que les officiers fassent respecter la discipline au sein de leur troupe. هنا أحبتي لاحظوا معايا عندنا il faut que، لما تلقاو il faut que c'est le verbe falloir، يعني دائما من وراها يكون لو فيرب كونجوغي او سوبجونكتيف
présent. هنا فاس هذه سي لو فيرب فير. شفتوا يعني كيفاش يتغير لانه من افعال المجموعه الثالثه. راح نشوفوا نماذج فيما بعد. Il est également employé dans certaines subordonnées circonstancielles. يعني هذا السبجونكتيف بريزون هو كذلك يستعمل في بعض الجمل الخاصه بالظروف، يعني ظرف الزمان ومثلا الجمله الخاصه بظرف المكان. Éclairage. En subjonction de subordination que précède toujours le pronom personnel sujet. Il y a en effet le subjonctif, la conjonction de subordination a dit le que, l'équimachfunav, la proposition subordonnée complétive, d'aimen metzkoun qabbel le pronom personnel sujet. Il y a en effet le sujet par le verbe. Kimahna ahibati lahdom aya andana que a dit rahijet qabbel. هادو لي زوفيسي اللي هو لو سوجي تاع لو فيرب اللي راهو مصرف في زمان لو سوبجونكتيف. ركزوا معايا جيدا. فوالا عندنا ان اكزامبل كو جو ساش اكسبليكي، كو نو ساشيون اكسبليكي. فوالا هنايا راح يورينا كيفاش نصرفوا لو فيرب سافوار لهنا كما راكم تلاحظوا في زمان لو سوبجونكتيف. Je vérifie. هنا راح نختبر المعلومات تاعنا على حسب واش شفنا في القاعدة. Le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer une action réelle. يعني السبجونكتيف هذا هو زمن نستعملوه للتعبير عن حدث حقيقي. هنايا سي فو لأنه في القاعدة كنا يعني شفنا باللي لو سبجونكتيف بريزون exprime une action incertaine، يعني غير متأكدين منها. Ensuite, le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer une action incertaine, c'est vrai. Voilà, يعني حادثة أو فعل غير متأكد منه. Enfin, le subjonctif est employé dans certaines subordonnées circonstancielles, c'est vrai. كما شفناها لهنا أحبتي. Voilà, هذا فيما يخص هذا الدرس. يعني في الفيديوهات القادمة بحول الله راح تكون يعني شرح أكثر وكيفية تصريف الافعال، يعني راح نوري لكم الافعال تاع البرومي دوزيام تروازيام جروب كيفاش نصرفوهم. كذلك يعني الاستعمالات تاعو كما شفنا في القاعده راح نوضحوها اكثر. في اخر الفيديو راح نخلي لكم نماذج تاع الافعال، راح ننصحكم انكم تحفظوهم، يعني تحفظوا لي تيرمينيزون تاعهم. فوالا يعني هكذا باش تكونوا فاهمين الدرس بشكل جيد. اي سؤال خليه لي في التعليقات احبتي. اترككم في رعايه الله وحفظه، وسلام الله عليكم. نعود نشارك معكم سلسلة الفنك اللي هي سلسلة كتب خاصة بالاختبارات لجميع المواد. هي سلسلة متميزة جدا ومواضيع ثرية بالأسئلة وكذلك الحلول النموذجية، وأنا شخصيا كان لي الشرف أني شاركت في هذه السلسلة من خلال مواضيع سنة أولى وثانية متوسط. راهي متوفرة في جميع الولايات وكذلك يعني تخص جميع سنوات
المتوسط يعني سنة أولى ثانية ثالثة ورابعة متوسط بالإضافة إلى الحوليات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط حتساعدكم يعني بزاف بزاف في التحضير للاختبارات. فوالا راني نشارك في هذه السلسلة يعني في كل مرة معكم لأنه كل مرة يدخلوا معايا متابعين جدد وأنا يعني من فخري وفرحي بهذا هذا الإنجاز الوطني المحلي يعني إنجاز جزائري 100% سهر عليه أساتذة أكفاء وكذلك دار النشر موثوقة اللي هي دار أسامة للنشر. إذا حبيتوا تتواصلوا معهم نخليكم في صندوق الوصف يعني رابط صفحة الفيسبوك الخاصة بدار أسامة للنشر وكذلك أرقام الهاتف. حاولوا أنكم تتواصلوا معهم لأي معلومات إضافية. ولا أحبتي ننصحكم من كل قلبي بهذه السلسلة لأنها تحتوي على جميع المواد وثلاث نماذج للاختبارات الفصلية.